تعرفوا إن المصريين القدماء هم أول ناس جابوا الديب من ديله حرفياً، وإن في أسطورة فرعونية قديمة عن بطولة الملك الفرعوني توت عنخ آمون لما جاب الديب من ديله. جدارية مصرية من آلاف السنين كشفت سر واحد من أشهر الأمثال المصرية، ونسجت حكاية عن طريق نقوش ورسومات واضحة قومت عوامل الزمن لحد ما وصلتنا وحكت لنا الحكاية اللي عاشت وهتعيش سنين وسنين. يا ترى إيه حكاية المثل الشهير، وإزاي الملك توت عنخ آمون قدر يجيب الديب من ديله؟ كل ده وأكتر هتعرفوه في الفيديو ده من 5 بالعربي. جاب الديب من ديله مثل بيتردد كتير جدا على ألسنة المصريين لما يكونوا عايزين يعبروا عن القوة والسيطرة والقدرة على إنجاز المهام الصعبة. لكن عمرك سألت نفسك إيه حكاية المثل ده؟ وليه التعبير ده بالذات؟ وليه الديب اللي استخدمه المصريين في المثل؟ الحقيقة إن المثل ده وراه قصة كبيرة وأسطورة عمرها آلاف السنين، وبترجع لعصر الفراعنة، واللي كشفتها جدارية فرعونية بتحكي عراقة الشعب المصري صاحب أقدم حضارة عرفتها البشرية. المثل بيستمد أصله من جدارية بتظهر الملك الفرعوني توت عنخ آمون وهو يقبض على سيف معقوف بإيد، وبإيده التانية ماسك أسدين متعلقين من ديولهم، وفي الأعلى قرص الشمس المجنح اللي بيحمي الملك زي ما كان المصريين القدماء بيعتقدوا. وده اللي قاله الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار في تصريحات صحفية. الخبير الأثري الدكتور مجدي شاكر وضح إن رمزية الأسدين بتخص مصر وشراستها في مواجهة أعدائها، ومن وراء الملك بيظهر النسرنخت وهو باسط جناحاته لحماية الملك، ومن تحت موجود شريط زخرفي يوحي بالجبال أو التلال وكثبان الصحراء. أما عن الديب المنقوش على الجدارية فهو رمز للقوة والسرعة والتوحش وكمان المراوغة والذكاء، ومن الطبيعي إن اللي يقدر على صيده لازم يكون متفوق عليه في القدرات سواء القوة أو الدهاء والمراوغة، فما بالك إذا قدر حد يمسكه من ديله؟ ودي بتعتبر مبالغة في التعبير عن القوة والتمكن وفقا لكبير الأثريين. ومن هنا المصريين قالوا المثل جاب الديب من ديله علشان يعبروا عن مدى ذكاء وقوة الشخص، أو طبعا يستخدموها في السخرية في حالة الضعف أو عدم الفهم. أما بقى عن الملك توت عنخ آمون نفسه فهو بيعتبر من أشهر فراعنة مصر القديمة وملوكها رغم حكمه في سن صغير وكمان رحيله السريع عن الدنيا. وحكم الملك توت مصر خلال الفترة من 1334 ل 1325 قبل الميلاد من عصر الدولة الفرعونية الحديثة بحسب نظريات علماء المصريات. الملك توت عنخ آمون بيعتبر لغز، أو نقدر نقول يعتبر سر من أهم وأصعب أسرار المصريين القدماء، واكتشاف مقبرته كان السبب الرئيسي لشهرته بسبب الكنوز الضخمة اللي كانت موجودة فيها، وكمان الأحداث اللي حصلت بعدها لكل اللي شارك في فتح مقبرته.